تشرين وكربلاء تستذكر فاهم الطائي شهيد الاحتجاج والثقافة. التعديلات الدستورية تخفق في حسم ملف المتنازع عليها وترحل كركوك إلى البرلمان المقبل. الأردن جاهز لتزويد العراق بالكهرباء وبغداد تطرح 5 تراخيص للطاقة الشمسية. طاقم مدرسة في ديالى يحبس تلاميذه بالقفل والمفتاح والتربية تستدعيه للتحقيق. تفصيلات النشرة، أهلا بكم. تستذكر أوساط الاحتجاج في كربلاء وعموم البلاد اغتيال الناشط فاهم الطائي الذي استشهد قبل عام أثناء التظاهرات التي اجتاحت البلاد، وكان مسلحان يستقلان دراجة نارية لاحقة الطائي حتى فندق النصر في منطقة البارودية المحصنة أمنيا، وأطلق عليه الرصاص بأسلحة كاتمة للصوت. وفي 8 من كانون 2 عام 2019 الطائي كان يعد من أبرز نشطاء ساحات التظاهر في كربلاء، وأفاد مقربون منه أنه تلقى تهديدات بالتصفية قبل اغتياله في ليلة اسماها مراقبون ليلة ترهيب الناشطين. أعلنت لجنة التعديلات الدستورية النيابية عدم إيجاد حلول للأزمة المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، فيما اتهم المكون التركماني اللجنة بالفشل وتعميق الخلاف بين مكونات كركوك. وقال مقرر اللجنة صائب خدر إن اللجنة ناقشت المادة 140 من الدستور والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بحضور ممثلين عن المكونات من دون التوصل إلى حلول، مضيفا أن لجنته ستقدم طروحاتها في تقريرها النهائي إلى رئاسة البرلمان، متوقعا ترحيل تلك الملفات إلى الدورة البرلمانية المقبلة. بيانات ومواقف عديدة مؤيدة لدعوة زعيم التيار الصدري في إحياء البيت الشيعي قد تنهي خصومات استمرت طويلا، أو ربما هو تقارب مشروط لأغراض انتخابية. بيت شيعي لمواجهة الطائفية، إلى هذه العبارة استندت بعض الفصائل في تأييدها الأولي دعوة زعيم التيار الصدري. إحياء قد يؤلف بين المتخاصمين ويكشف عن رغبة الفرقاء في إدارة القطيعة. هناك تحديات كبيرة في الساحة الشيعية وهناك خلافات، من الممكن أن تكون هذه الخلافات محل يعني حوارات والخروج برؤية مشتركة وتشخيص الأخطاء. خصومة 12 عاما أو تزيد يقال إنها قد تنتهي بلقاء الأضداد نور المالكي والصدر، ويقال أيضا إن هذه الخصومة لا يمكن أن تنتهي، لكن التقارب المحتمل شرط يتزامن مع رغبة صدرية في الظفر برئاسة الوزراء وحصد 100 مقعد نيابي، رغم أن المالكي لم يعد كما كان وأن العراق تغير كثيرا. تحضيرات اليوم الموعود بدأت بالاتفاق على تفعيل اللجنة السباعية التي تضم القوى الشيعية الكبرى بهدف إنهاء التراشق الإعلامي والتعامل مع توتر بلغ أقصاه يهدد بالاقتتال أحيانا.
بعد انتخابات 2018 فشلت ضغوط الداخل والخارج في إحياء تحالف موحد للشيعة، لأن الروح الوطنية أخذت تتصاعد منذ توحد العراقيين في حرب داعش، وبلغت ذروتها مع حركة تشرين التي تحولت إلى مشروع انتقال وتغيير ينهي القواعد القديمة ويربك اللاعبين التقليديين حد دفعهم عكس التيار أحيانا. كشفت تقارير صحفية عن نية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تكليف الجنرال لويد أوستن لشغل منصب وزير الدفاع. أوستن الذي سيكون أول وزير دفاع أمريكي ذي بشرة سمراء، ترجح تقارير إعلان تكليفه رسميا اليوم الثلاثاء إلى أنه يحتاج إلى إعفاء من الكونغرس لكون تقاعده لم يمر عليه 7 سنوات، وهي الفترة اللازمة لتولي منصب جديد. هذا وعمل بايدن مع أوستن في عهد أوباما، حيث أشرف على تنفيذ قرار سحب 50,000 عسكري أمريكي من العراق عام 2011. تشهد الحدود العراقية السورية صراعا محليا وأقليميا للسيطرة عليها، فهي شريان اقتصادي مهم يمتد عبر طريق بري من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط. الصراع على بوابة الحدود العراقية السورية التي تمتد إلى 620 كيلومترا، والانغماس في البرار الشاسعة مشهد يحاذي منطقة نفوذ أمريكي، يقابله سعي روسي لإيجاد موطئ قدم هناك، كل هذا للسيطرة على شريان اقتصادي مهم يحمل بعدا استراتيجيا يمتد بطريق بري من طهران إلى شواطئ المتوسط. هذا الصراع المحلي والإقليمي على الحدود يخشاه أهل الأنبار، ويكمن في احتمالية استغلال داعش للفراغات الأمنية والخلاف بين القيادات المسؤولة عن تأمينها، ما قد يشجع العناصر الإرهابية على العودة إلى عمليات خاطفة قد تهدد الأمن والاستقرار. يقول عارفون بالشأن الأمني إن الحدود العراقية السورية تعد ملفا شائكا، إذ إنها وزعت أمنيا بعد حرب داعش على أسس اقتصادية بحتة، فأهميتها تكمن في أنها معبر للنفط والسلاح والمخدرات والتبوغ والمواد الغذائية تنقلها عشرات الشاحنات، والصراع يكمن في التحكم بمرورها. مصادر سياسية قالت ليو تي في إن بعض الفصائل المسلحة ظلت تحارب قرارا سياسيا منذ عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي يقتضي إبعادها عن المشاركة في تأمين بعض البلدات القريبة من الحدود، حيث توجد في مناطق مثل البعاج في نينوى وقرب معبر الوليد في الأنبار. الصراع على تأمين الحدود وما قد يخلفه من إرباك أمني يتزامن مع بدء الربط الكهربائي مع الأردن والتحضير لدخول شركات أجنبية لتنفيذ مشاريع النفط والغاز والزراعة في الصحراء الغربية، وكلها تعتمد على الاستقرار الأمني الذي يعد عمادة اقتصادية، من دونها قد تتوقف عجلة الاستثمار الأجنبي في مدن العراق. أعلنت لجنة التعديلات الدستورية النيابية عدم إيجاد حلول للأزمة، أو أكدت قيادة حشد الأنبار أنها لا تستغني عن جهود فصائل الحشد الشعبي التي أيدتها مرجعية النجفة بما يحقق غطاء أمنيا لحماية مساحة المحافظة الواسعة. أكثر من 11,000 مقاتل في الحشد الشعبي داخل الأنبار هم من أبناء المحافظة، ساهموا في معارك الحرب ضد داعش، ويشترك الحشد في مهامه مع القوات الأمنية الأخرى، وهو ما أعطاه فرصة للتعاون والتشارك مع أهل الأنبار لا تقل أهمية عن سائر الصنوف العسكرية الأخرى. اليوم نشاهد انسجام كبير بين القوات الأمنية وأبناء الحشد الشعبي، والحشد الشعبي هو يعني ولد من رحم المعاناة بفتوى
المرجعية الرشيدة لإنقاذ العراق من العصابات الإجرامية. فبالتالي هو يعني الحشد له شأن، حاله حال القوات الأمنية متمثلة بالشرطة والجيش. وتفرض طبيعة العمل الأمني المشترك بين قيادة عمليات الأنبار والحشد العشائري وجود اختلاف في المهام، وهو ما لا يمنع وجود خلاف مع أطراف أخرى في الحشد يتطلع الأنباريون إلى تسويته بحكمة وطنية. نحن نطالب قيادات الحشد الشعبي وقيادات الجيش بأن يكون هنالك وحدة، أملنا بهم بأن نعبر هذه الأزمة ونعبر هذه المرحلة بما يضمن وحدة القرار ووحدة العمل الأمني المشترك. طبيعة مساحة الأنبار الواسعة والتي تقدر بأكثر من 130 ألف كيلومتر مربع والمحاذية لثلاث دول غربي العراق وجنوبه تفرض وجود تعزيزات أمنية إضافية بشكل لا يمكن من خلاله الاستغناء عن فرق الحشد الشعبي المعروفة باتباعها للمرجعية بحسب ما ذكره قائد حشد الأنبار. لا يمكن الاستغناء عن أي طرف. أرض الأنبار، مساحة الأنبار مساحة واسعة، جميع القطاعات الموجودة على الأرض إحنا بحاجة إليها، إن كانت من الجيش أو من الحشد أو من الشرطة. لعله واقعا محافظة الأنبار تحتاج إلى تعزيز لوجود مناطق نائية وبعيدة ممكن أن تستغلها المجامع الإرهابية. دعوات إلى توحيد صفوف قطاعات الأجهزة الأمنية بكل صنوفها في الأنبار أصبح مطلبا للمواطن الذي يبحث عن الاستقرار من دون السماح بعودة الفوضى مجددا. نبيل عزامي، يو تي في، الأنبار. أعلن الأردن جاهزيته لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية مع نهاية عام 2022 بموجب اتفاقية موقعة بين بغداد وعمان. المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية أمجد الرواشدة ذكر في تصريحات صحفية أن بلاده تعمل وفق خطة وبرنامج زمني لتنفيذ الاتفاقية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مرحلة ثانية من الاتفاق تعزز منظومة الربط الكهربائية. وبموجب العقد فإن الأردن سيزود العراق في المرحلة الأولى من المشروع بألف جيجاوات ساعة سنويا بعد استكمال شبكة الربط بين البلدين، تتبعها مرحلة ثانية تتيح للجانبين رفع قدرة تبادل الطاقة الكهربائية. وكانت وزارة الكهرباء طرحت 5 جولات تراخيص لمشروع الطاقة الشمسية بواقع 755 ميجاوات في محافظات النجف وكربلاء والمثنى وذي قار والبصرة. الوزارة أوضحت أن المشروع استلزم المضي بمشاريع الطاقات المتجددة وتفاهمات مع المحافظين، باعتبار أن مشاريع الطاقة الشمسية يحتاج إلى 4 كيلومترات لكل ميجاوات من الطاقة، وبالتالي تحتاج إلى أراضي. في الملف الاقتصادي أيضا، أكد محافظ الأنبار علي فرحان أن بيئة المحافظة أصبحت مناسبة لدخول الشركات الأجنبية للاستثمار. حديث المحافظ جاء خلال لقائه السفير الكوري في العراق جانغ كيونغ ووك، الذي أوضح أهمية تفعيل ملف الاستثمار في مجالات الغاز والنفط والزراعة، مشددا على ضرورة تطبيق تجربة بلاده في العراق من خلال تقديم الدعم لإعادة إعمار مدنه المتضررة من الحرب. نطمح أن تكون للدول بشكل عام ومنها كوريا أن تكون حاضرة في المحافظة، لأن ملف الاستثمار مهم جدا، وكذلك أيضا مساعدة الحكومة المحلية في إعمار البنى التحتية، وخاصة لكوريا دور كبير جدا وفاعل منذ عشرات السنين وعلاقتها الكبيرة والمتينة مع العراق بشكل عام. تحدثنا عن المجالات القابلة للاستثمار، يعني وخاصة هناك يوجد يعني الإمكانية للاستثمار من طرف الشركات الكورية في مجال النفط والغاز وصناعة السيارات وأيضا مجال الزراعة. كلما اقترب موعد اللقاح انتعشت أسواق النفط، والعراق يستعد لدورة اقتصادية جديدة لن يكون النفط عمادها الأساسية،
حيث الغازو بدأ يغري الحكومة والشركات العالمية. أمل بانفراجة قريبة يتناسب طرديا مع توزيع لقاح كورونا. أوبك بلس تتنفس الصعداء أو تكاد بعد موجة ركود طويلة وخسائر كبيرة منيت بها اقتصاد الدول النفطية على امتداد عام 2020. توفر اللقاح يعني زيادة في إنتاج النفط وارتفاعاً في أسعاره التي هبطت إلى أدنى مستوياتها، والعراق الثاني أكبر المنتجين في أوبك، أكثر البلدان سعادة بهذا السيناريو الكوني، ويستعد لخوض الدورة الاقتصادية الثانية التي لن تعتمد على النفط وحده. وزير النفط العراقي الذي أعلن قبل أيام أن ميزانية العراق لعام 2021 ستفترض أن سعر الخام 42 دولاراً للبرميل، دعا إلى تعظيم إنتاج النفط الخفيف لتحقيق إيرادات مالية دعماً للخزينة. ولا أعظم من نفط البصر الخفيف الذي ما إن بدأ الحديث عن لقاحات كورونا حتى قفز برشاقة ليقترب من 50 دولاراً للبرميل. خبراء في النفط منهم عادل صادق ذكروا اليو تي في أن نفط البصرة يقترب من حيث الخفة والجودة من نفط برنت، وهنالك إمكانية كبيرة لواصل القفز في ماراثون الأسواق العالمية، وقد يتخطى حاجز 51 دولاراً في الربع الأول من العام المقبل. الوضع الحرج للصناعات النفطية بعد تفشي فيروس كورونا جعل العراق يفكر بجدية في البحث عن بدائل مؤازرة، والغاز بديل كفؤ لانتشال العراق من محنته. لذا وبحسب وزير النفط فإن العراق ماض باتجاه توسيع استثمار الغاز وفتح نقاشات إيجابية مع الشركات العالمية للاستثمار وفق أساليب حديثة. وفي ملف كورونا أيضا، قال أعضاء في لجنة الصحة النيابية إن التلقيح ضد الفيروس في العراق سيبدأ مطلع العام المقبل، مضيفين خلال تصريحات ليو تي في أن وزارة الصحة تتجه نحو تنويع المصادر عبر التواصل مع أكثر من شركة عالمية. التوجه الموجود في الوزارة هو تنويع مصادر الحصول على اللقاح. توقعي انه مطلع العام القادم ان شاء الله سنشهد عمليات التلقيح. اليوم احنا وصول اللقاح والمده اللي يصل بها يعني تعتمد على يعني التعاقد و يعني النقل وكثير من الامور والاجراءات اللي هي تتم بين الشركات وبين الجهات المعنيه في يعني هنا بالعراق، ولذلك هي من اختصاص وزاره الصحه. لذلك اليوم وزاره الصحه عازمه على انه يكون توفر لهذا العلاج، لكن احنا ندعو وزارة الصحة والمعنيين أن يكون هذا حصرة بالجهات الفنية الموجودة في وزارة الصحة. هذا وبدأت بريطانيا فعليا عملية التلقيح ضد فيروس كورونا عبر لقاح فايزر في مستشفياتها، لتكون أول بلد يتصدر السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ. وذكرت الصحة البريطانية أن نحو 70 مستشفى بدأت عمليات التطعيم، وبحلول الربيع المقبل ستنتهي عملية التطعيم للأشخاص الأكثر عرضة لكورونا. وبحسب الصحة البريطانية فإن أول من تلقى اللقاح مواطنة يناهز عمرها 99 عاما، تلاها نحو 90 شخصا تلقوا اللقاح في أول 15 دقيقة من بدء حملة التطعيم. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. ثلث كبريت الأرض في مشراق الموصل، ومصنعه الكبير لا ينتج سوى الشب بعد تأهيله بقدرات ذاتية. هدانيا واحة خضراء في قلب صحراء العراق تخلد العشق والثأر وتجذب السياح من كل المدن.
أهلا بكم من جديد. شكلت تربية ديالى لجنة تحقيقية للوقوف على تفاصيل انتشار مقطع فيديو يظهر إغلاق باب مدرسة ابتدائية على التلاميذ في بعقوبة، الأمر الذي أثار الرأي العام في المحافظة. وقال الناطق باسم تربية ديالى عمار العبيدي إن إدارة المدرسة وكاديرها تم استدعاؤهم إلى مديرية التربية واتخاذ إجراءات إدارية بحق بعض المقصرين. هذا وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تضمن إغلاق مدرسة من قبل إدارتها التي تناست وجود تلاميذ في داخلها ما استدعى قدوم الأهالي لتكسير الباب وإخراج أطفالهم. ثلثا ما على الأرض من الكبريت بيد الشركة العامة لكبريت المشرق جنوبي الموصل، إلى أن المعمل تعرض لدمار كبير منذ الغزو الأمريكي للعراق، كما يواجه كسادا كبيرا للمنتوج بسبب الاستيراد. أكبر خزين في العالم وثلثا ما على كوكب الأرض من الكبريت، نحو 400 مليون طن من ثالث أهم المعادن تخزنه الأرض لصالح الشركة العامة لكبريت المشرق جنوب الموصل. ثروة طبيعية كبيرة لكنها خارج حسابات الاستثمار الحكومي. تعتبر حقول المشرق هي أكبر حقول تحتوي على مادة الكبريت الرسوبي في العالم، حيث يقدر احتياط هذه الحقول بأكثر من 354 مليون طن. تهدف هذه الشركة لاستخراج وكذلك إنتاج الكبريت الزراعي وإنتاج حامض الكبريتيك وإنتاج مادة الشب. دمار تجاوز 80% تعرضت له معامل المشرق منذ غزو العراق عام 2003 وصولا إلى الحرب على داعش وأعمال الحرق التي طالت مخزونات الكبريت، ورغم ذلك تمكنت كوادر الشركة من إعادة مصنعي الشب والكبريت الزراعي فقط. استلمنا المعمل بنسبة دمار 80%، تم إعادة الإعمار وتشغيل المعمل من قبل قسم الصيانة وقسم الإنتاج والأقسام المساندة الأخرى، ورفع أنقاض ما يقارب 100 طن من الأنقاض. 4 عقود مرت على إنشاء الشركة العامة لكبريت المشرق، ولم يستطع العراق استخراج سوى جزء ضئيل من مخزون الكبريت، وما ينتج الآن يواجه كسادا كبيرا بسبب تقاعس المؤسسات الحكومية عن شراء المنتوج المحلي وتركيزها على استيراد مواد بمواصفات رديئة وتكاليف أكبر. للأسف الكثير من دوائر الماء المستهلكة لهذه المادة تلجأ إلى الاستيراد بدلا من دعم المنتوج المحلي وشراء الشب المحلي من كبريت المشرق. غياب التخطيط الاستراتيجي وعجز الحكومة عن توفير أموال إعادة إعمار المصنع وتشغيله من جديد يحولان دون استثمار واحدة من أكبر الثروات الوطنية، والتي ما إن استثمرت ستحقق للعراق مردودات مالية هائلة تساعد في سد العجز المالي. من الموصل محمد سالم، يو تي في. عليا وزيت قصة شهيرة في الحب العذري حدثت في بادية العراق دامت سنوات، لكن لم يكتب لها الاستمرار بعدما قتلت المعشوقة على يد ابن عمها الذي رماها في وادي الكهوف، حيث كتبت قصيدة من 18 بيتا قبل موتها، وتحول الوادي من ذلك الوقت قبلة للعشاق. هدانية الواحة الخضراء في قلب البادية العراقية تتميز بكثرة أشجار السدر فيها وأرضها في الربيع تستقطب السياح من مختلف المدن. وعلى مرمى حجر منها ثمة قبر لعاشقين عرفا بعليا وزيد. زيد يأتي من البادية الغربية إلى معشوقته ابنة الشيخ، حيث قبيلة الهلاليين التي كانت تسكن هذه الواحة. علاقة عذرية ربطتهما 8 أعوام لتكون واحدة من أشهر قصص الحب والوفاء في تاريخ البادية. مجرد حب عذري، يوم من الأيام أخذتهم النوم فحس بهم أحد أولاد عمه، قتل الولد
الفتاة لجأت إلى كتابة قصيدة بدمها على أحد الكهوف الموجودة بهذه المنطقة، ظلت إلى أن توفت. وأهم ما يميز الواحة هو بئرها الشهيرة التي ما تزال بادية عليه آثار حبال دلو الهلاليين حتى اليوم، حيث تقع في وادي الكهوف الذي كتبت عليا وصيتها فيه قبل موتها، الوادي الذي أصبح قبلة للعشاق واستذكار معركة الثأر والحب. كتبت قصيدة حوالي 18 بيت ذكرت بها القصة كاملة. أجت قبيلة الولد اللي الفتى اللي اسمه زيد يدورون عليه، فأثروا على القصيدة وعلى القبر، وبالتالي جرى دفنهم وجرت معركة بين القبيلتين، قتلوا أكثر من 100 شخص بهاي المعركة. وعند عد القبور لم نتمكن من إحصائها بعد تجاوز عددها 100، فالشواهد هنا غائبة والصخور اختلطت مع بعضها بفعل عوامل المناخ الصحراوية. بالرغم أنه قصة حب عذري بس انتهت بموت الحبيبين. المقبرة وعين الماء وطبيعتها الخضراء جعل من واحة هدانيا واحدة من أبرز الأماكن السياحية في البادية، حيث يقصدها السياح من مختلف الأماكن بحثا عن الهدوء وهربا من صخب المدينة. من واحة هدانيا في قلب بادية العراق، خليل بركات، يو تي في. الموج في بحر البصرة سيتراوح بين خفيف ومعتدل بارتفاع يصل إلى 4 أقدام، أما الرياح فهي شمالية غربية بسرعة تصل إلى 35 كيلومترا في الساعة طبقا للرصد البحري في الشركة العامة لموانئ العراق، مع تمنياتنا طبعا السلامة للسفن والسفانة. وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. تشرين كربلاء تستذكر فاهم الطائي شهيد الاحتجاج والثقافة. التعديلات الدستورية تخفق في حسم ملف المتنازع عليها وترحل كركوك إلى البرلمان المقبل. الأردن جاهز لتزويد العراق بالكهرباء، وبغداد تطرح 5 تراخيص للطاقة. طاقم مدرسة في ديالى يحبس تلاميذه بالقفل والمفتاح والتربية تستدعيه للتحقيق. مشاهدينا، كل قصصكم وحكاياتكم التي شاهدناها في نشرتنا هذه ستجدونها على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله.